خطوة تلو الأخرى تنفذ موسكو إجراءاتها المضادة التي وعدت بها الجانب الأمريكي، إذ تسلم القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لديها بارتل جرومان مذكرة بالتغييرات المدخلة على نظام تنقل موظفي سفارة وقنصليات واشنطن داخل الأراضي الروسية. ورغم عدم كشف الخارجية الروسية تفاصيل ما أودعه سيرجي ريبكوف نائب وزير الخارجية الروسي في يد جرومان خلال لقائهما، إلا أن متابعين توقعوا أن المسؤولين أتيا على بنود بيان الخارجية الروسية في 16 من الجاري والمتعلقة بتأشيرات الإفادات قصيرة الأجل وإنهاء التعامل بمذكرة تفاهم الأرض المفتوحة. سيواجه الدبلوماسيون الأمريكيون بحكم القرارات الروسية صعوبات أثناء العمل، خاصة خارج نطاق موسكو في الأقاليم الروسية حيث لا توجد القنصليات الأمريكية، فواشنطن تعتمد في روسيا على وسائل إعلام غير مركزية بهدف التأثير، والأخير رهن بتواصلها مع أناس خارج العاصمة وكبريات المدن. أما الرد الروسي على طرد روما الاثنين من دبلوماسييها أواخر أذار الماضي، فقد أتى عبر إعلان مساعد الملحق العسكري الإيطالي شخصاً غير مرغوب فيه في روسيا وإمهاله 24 ساعة لمغادرة البلاد. وعلى الرغم من ربط موسكو موجة الطرد التي تعرض لها دبلوماسيون روس في عواصم أوروبية بتنسيق أوروبي أمريكي لافت، لا يبدو الأمر بالنسبة لروسيا حائلاً على طريق التحضير للقاء يجمع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، ولو أن الجانب الروسي لم يتخذ قراره النهائي بخصوصها كما يقول بعد. أعتقد أن القمة ممكنة جدا. بوتين كما تتذكرون رد بلطف على الإهانة التي كان قد وجه له بايدن، وطريقة رد الرئيس الروسي تنم على رغبة بالحوار. من جانبه تصريحات الرئيس الأمريكي والخطوات التي أعقبتها بما فيها العقوبات أيضا كانت معتدلة بل ورمزية. وبينما يتوالى مسلسل طرد دبلوماسيين المتبادل، تعلن رومانيا هي الأخرى عن طردها لدبلوماسي روسي في إطار ما تصفه بالتضامن مع براغ. يذهب متابعون إلى أن ردود الفعل الروسية ستستمر ما دام هناك ما يستدعيها، كما أن الأفعال هي ما ستحتكم إليه موسكو فيما يتعلق بآفاق القمة بين بوتين وبايدن، لذا فهي تبدي انفتاحها عليها من جهة، لكنها ترهنها بالعديد من العوامل من جهة ثانية. أريج محمد، سكاي نيوز عربية، موسكو.